على مستقبل ألعاب القوى العربية. إذن سينطلق السباق بعد لحظات، الأنظار ستكون صوب بطلنا عبد الرحمن مصعب بلة الذي يتواجد إلى جانب محمد ربيع مبارك، وهناك أيضا البطل التونسي العيوني عبد السلام صاحب الميدالية الذهبية الإفريقية عام 2019 في الرباط، بطل يعني بإمكانيات كبيرة ورائعة جدا. بينما طبعا المقدمة مع البداية هي جزائرية من خلال بن مهدي، هو من الآن من يتصدر السباق، متبوع من مبارك القطري، ثم جوند الجزائري الآخر العيوني الآن في المركز الرابع. هذه المقدمة الآن تتشكل مع مرور 300 متر، نحن ندخل الآن لل 400 متر الأخيرة بعد لحظات. بن مهدي يتصدر، بينما المتابعة للبطل القطري محمد ربيع مبارك. الآن اللفة الأخيرة 400 متر والصراع سيشد مع تواصل هذه الأمطار. البطل القطري في المركز الثاني لحدود اللحظة آخر نوعا ما، ننتظر يعني الأمطار الأخيرة. هناك أيضا في الخلف الزحافي المغربي، أصبح الآن المقدمة جزائرية. بن مهدي يصعد ويخرج، يصبع الآن جوليد الجزائري في المركز الأول والعيون في المركز الثاني، مبارك دائما في المركز الثالث، صراع كبير على المركز الثالث، بينما البطل العيوني هو الآخر يصارع من أجل اللحاق. إذن اللحظات الأخيرة الآن، من سيفوز بهذا السباق؟ إذن الأمطار الأخيرة، يعني صراع كبير، بينما سيطرة جزائرية على هذا السباق 800 متر. دقيقة 45 ثانية، 46 جزء من الثانية بالنسبة لهذا العداء الجزائري الذي يدخل في المركز الأول. إذن هنيئا لهذا البطل، هنيئا لهذا البطل الجزائري الذي يدخل في المركز الأول، محمد علي الجندي. إذن محمد علي يدخل في المركز الأول، سباقا جميل جدا من قبل العداءان الجزائريين، كان خالد بن فهدي أرنب للسباق فقط بعد 400 متر و 600 متر، سحب من السباق وفسح المجال أمام مواطنه البطل الرائع هذا أمامنا على الصورة. هنيئا لهذا البطل وهنيئا لألعاب القوى الجزائرية بهذا البطل، ونتمنى طبعا عودة يعني موفقة لأبطال الجزائر في المواعيد الأولمبية والعالمية. إذا دقيقة 45 47 أفضل أرقام هذا البطل الجزائري محمد علي، بينما البطل المغربي مصطفى أو البطل المغربي الآخر